من تريد تشتري ايفون برو؟ والله ما يصير هيك، الشباب كلها اشترت تليفونات بس انا بعد حظي. بروح ابن القندره ايش علي انا تحكي وياه؟ ذاك ابوك روح يدردن فوق راسه. ها ايش بيك يا مشكو صاير؟ انت ايش تريد مني؟ بويا هذا التليفون قديم عنده وصار له هواي، انا لازم ازيحه من عندي. كان شوارب كامل مفيد، لا هو مزينهن ولا هو مطولهن. صار بويا التليفون مو سعره 13 ورقه، انا اجيبك. روح اشتغل وجمع فلوس وطني الفلوس اجيب لك التليفون واجي وانا على ودك ود خلفتك. من اصير فنان؟ هلا 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 راح اصير الفنان. فنان هلا هلا هلا. تعال بابا انت وين رايح؟ شنو تصير فنان؟ منو قال لك تصير فنان اصلا؟ مرحبا استاذ، استاذ انا فنان جديد جيت هنا تعلمونا على مدى صير فنان محترف. لا بابا روح، احنا ما نقبل بك هنا، احنا نريد واحد لو قزم ونضحك عليه، لو اسود ونطق بيه وهم نضحك عليه. استاذ التسجد قديم، زيح الفكره من بالك، الناس تطورت تريد شيء جديد. من صاحب هواي بنات؟ الو ها حمديه شلون صحتك؟ اقول لك هات سدي بعد شوي دق عليك. الو ها سعديه شو البارحه ماكو ما دقيتي؟ دي اصدق علي شوي. الو ها كميله يابا وين صرتي؟ ولك علو انت تقدم صاحب بنات كسا ادق على وحده شنو السالفه؟ ولك دطير من يمانه خوز زلمه هوايه صاحب بنات. ولك علو زي حال فكره من عقلك، ترى الاسد ملك الغابه يمشي بس وي لبوه وحده، مو صير نفس الثور تمشي وي هاي شات هواي. من تروح تخطب مره؟ شوف عمي انا جيتك وحد وراي تخطب ايد بنتك. هلا عمي كل الهلا بيك زين، بس انت ايش تشتغل وين بيتكم؟ عمي انا بيتنا بالمنطقه وصل لي 3 ايام من طالع من السجن. طالع من السجن؟ لا عمي زي هاي الفكره من بالك، بنت ما تطيك قاعده طير واحد خريج. تدري ليش طبيت لي سجن؟ رحت الوحده خطبتها وابوها ما طانيها وقتلت ابوها. عمي ايش بيك غير الشقوك؟ هاي بنت قدامك وش وقت تريد تتزوج؟ يمه الحقيني راح يقتلني.